الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتواجدوا دائما بمنطقه الشلالات عماره المحمديه، ومع حاله انسانيه اللي كتستدعي التدخل ديال المواطنين المحسنين، المواطنين ذوي القلوب الرحيمه. سيده كتعاني في صمت لواحد المرض اللي هو مرض ديال سرطان الثدي، دارت العمليات بجوج منذ سنة تقريبا دابا، لكن هذوك العمليات ورغم أنها دارت الشيميو ودارت كاع لي تريتمون كلهم، إلا أنها كتعاني من واحد التعفن على مستوى الصدر ديالها. واستفحال هذا المرض هذا نقدروا نقولوا أنه في المراحل الأخيرة ديالو. غادي نحاولوا نستجوبوا السيدة ونتكلموا معاها ونعرفوا هذا المرض هذا كيفاش تصابت به، ويعني كيفاش حست به، وكيفاش دازت اطوار ديال العمليات اللي دارت. السلام عليكم. عليكم السلام. سميه لالا؟ ادريسي رشيدة. لالا رشيدة. الله يجيبك الشفاء. امين. الله يشوف من حالك. امين. لالا رشيدة تصبتي بهذا المرض هذا وهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. ما تبكيش لالا رشيدة. الحمد لله. فضل من الله سبحانه وتعالى، حتى المرض حتى هو نعمة ديال الله. الحمد لله. كيمتحن بها العبد ديالو. الحمد لله الحاجة اللي كتجي من عند الله كلها مزيانة. لالا رشيدة، احكي لينا كيفاش حسيتي بهذا المرض؟ كيفاش عرفتي براه عندك هذا المرض؟ وكيفاش تعاملتي معاه؟ أول مرة حسيت به قلبت لقيت عندي الورسيس، مشيت عند الطبيب دار لي تحليله، بشديتها لابوراتوار خرجتني التحليله فيها السرطان. درت الشيمي هو الاول، كملت الشيمي مورا الشيمي حيت التدي ديالي بجوج، دازت داكشي على خير وبخير، صحيت من برات لي العمليات، براو لي الفتحات، درت الاشعه، كملت الاشعه، قال لي الطبيب خصك دير واحد وسميتو الحمايه تاني، خلصوا لي واحد السيد واحد المحسن الله يخلف عليه، جوج مليون و 130 الف ريال خلص لي واحد المحسن. هذا غير الدواء؟ اه هذا على الفرق، نخلصوا انا خلصوا لي واحد السيد عطاني شاك فيه جوج مليون و 130 في سميت، في سميت لكن هناك ماشي في سميتي، عطيته ليهم بقيت كنخلص به. انا كندير في ديك الحمايه وداك الشيء كيرجع، ملي كندخل عنده كنقول ليه كيبان لي داك الشيء ولسيس حمر، وهاد الجهه اليمنية كلها ولات حمراء. مشيت عند الطبيب اللي دار لي العملية، قال لي الأشعة اللي دارت لك هاكا، كتب لي أنتيبيوتيك شربتو، أنا كنشربو داكشي كيقيح، داكشي كيقيح. مشيت عندو تاني، عيطت عندي تليفون ديالو، عيطت ليه قال لي غتجي عندي الكلينيك في البرنوسي، مشيت عندو البرنوسي، عسر لي وحدة جاتني في الفتح الوسط، عسرها لي من داك القيح هاشاك، خرجي أنتيبيوتيك تاني شربت والو، داكشي كان ما حدينا كنشرب هذيك الساشيات وداكشي كيقيح. عاود مشيت عند الطبيب اللي كيدير لي الشيمي تاني، كنمشي عندو تا هو، ملي كتوصل الحصه كندير الحصه كل 22 يوم، ملي كتوصل الحصه كنعري ليه تاني صدري، كنقول له دكتور قول لي شنو كاين باش رجع لي المرض، كيدير لي يقدر هو يكون عطانا بحالكم، ما كيعطينيش راس الخيط، كيكتب لي تا هو نفس الدواء تا لدرجه مرات الفارماسي ملي كتقول لي او تيشكا كل مره جايبو ورقه فيها انتيبيوتيك، كنقول هادشي اللي كيكتبوا لي شويه كتب لي رشاشه حمراء، ملي بدا صدري كيخماش مشيت عندو بدا الشرب بدا كيخماش ليا، ما بقاش كيقيح ولا كيدوز ليا بالماء ولا كيدير نبي بحال ديال العافيه، كيتفقس بالماء ما بقاش لقيح ولا كينبل. صافي حتى لواحد النهار قلت لبنتي والو غتديني تحطيني لي تما وتجي في حالاتك، لوحيني ليهم تما وخرجت، داتني ما بغاش يشوفني، ما قالوا لي خصك راه عندي فو، قلت للدري اللي في الريسبسيون قلت انا راه في حاله خطيره صدري خماج خاصني نشوف الطبيب، قالت لي لا، دخلت عنده قال لي لا، جيت كيفاش قال لها قال لها قال لها لا خصك، انا عاطيها موعد حتى شهر ثلاثه عندها الكونترول، وحتى انا باقا ما بريتش ندير الكونترول، كونترول كديري حتى كتبرا، انا باقا ما بريتش، باقا كندير في الدواء عندك وانا في هذه الحاله. جابتني تاني بنتي، جيت ثلاثه المرات، المره الرابعه دخلني ويقول لي دخلت عنده البنت، قلت لها والو اليوم غنشوفو ولا غنحيحو، دخلتني عنده، ملي دخلت قال لي انت هي كتجي كتبغي تدخلي صحه، ما كيسحب راسك جاي الكوري،
بقيت كنشوف ما غنقدش نجوب انا كلينيك خاص. انا ما غنقدش نجوب الطبيب، نبدا نرد عليه الهضره ودي سكت، بقى فيا الحال وسكت. خرجت في حالاتي صافي تا خماج مزيان، تاني عاود مشيت عندو قلت لبنتي والو ديني تاني، داتني تاني غدا ميتة في الطرام، ما قدرتش نركب ما قدرتش نمشي. دخلني هزيت لي حوايجي، شاف صدري خماج مزيان، عاد كتب لي ابرة صيفطني قال لي غتمشي عندك اللي دار لك العملية. ملي جيت عندك اللي دار لي العملية البرنوصي خد لي ورسيسة من هنا وخد لي ورسيسة من هنا، دابا شهر وسيمانة ما بغاوش يبراو ليا الخيط، ما بغاش يتحيد كاع خمجو. ملي ديتهم تاني عطاني دوك الورسيسات في قرايه، عاد ديتهم تاني مريضة لابروطوار لحدا مريز، قلت ديتهم قالت لي 50,000 ريال، قلت لها ما عنديش 50,000 ريال. 50,000 ريال ديالاش؟ باش ندير هذيك التحليلات. هذا التحليل؟ قالت لي 50,000 ريال. جيت في حالاتي عطيتها القرايه وجيت عطيتها القرايه وجيت في حالاتي، قلت لي 50,000 ريال. المهم دارت لا هذه ديال الورسيسات 8,000، واحده اخرى اللي ب 50,000 هي باش غيعرفوا لي المرض ديالي، خلصت عليها 8,000 ريال. خرجتني التحليله قال لي راه رجع لك المرض. رجع؟ رجع بواحد السرعه خايبه، حالات متاخره. ظهري عمر، صدري عمر، دابا هاد الخموجيه هي اللي دارتني. كنبات دايره بحال هكا مازالني، دابا داروا لي دابا هما داروا لي فاسمه، خلصت 2,400. خلصت هاد الفاسمه يدير لي خلصت 2,400 درهم. واخا غنسولك واحد السؤال، واش عندك شي لاميتير؟ كاين لاكيس يا راجل، لكن لا كيس ولكن تخلص من عندك. واخا تخلص من كلشي هاد المصاريف كلها، هاد الدوايات وهادشي اللي كيجي هاد الدوايات العمليات الاولين، دابا انا هادشي باقا ما بديتش فيه، دابا الله ان شاء الله تقول لي ثاني تخلصي. يعني اثنين تخلص لي ديك السيد جوج 1,130,000، واحد بسميتو الحماية، وخلصت لي واحد السيد كنت نخدم عنده في دارة حيت انا كنت كندير المناجع عند الناس، خلصت لي مسكينة الشيميو 72 × 45 × 17,000، المهم في 20,000. المهم بقات مسكينة كل مرة كتعيط على صاحبتها كتقول لها رشيد عطيها، حيت عارفيني ما عنديش كتعطيني. دابا ملي عطاوني وكملوا معايا قالت لي صافي قلبي لك على وحدين اخرين، قلت الحمد لله انا بريت. قال لي مبقى عندك والو صافي، وعاود رجع لي بواحد السرعه خايبه، وعاود كاع مر لي من هنا هنا في خدي. هادشي على شكل ورسيسات؟ الورسيس هاي وحده في خدي انتشر ظهري كله عامر ظهري. شحال عمر دابا؟ 58. الحمد لله. شحال دابا تقريبا باش درتي العمليه؟ دابا العمليه درت شي 8 شهور دابا باش مشغول وانت مجبده في الحمد لله. تقدري تمشي؟ لا مابقيتش كنقدر نوض دابا صافي، دابا وليتي لا حاشاك الا نتعش، شدات مني بنتي مشيت للطواليت ولا كيمشي ليا التنفس، ما عرفت هادشي واش طلع لي هنا ولا ما عرفتش. دابا بناتكم ولا قابلين؟ هادي كاينه عندي بنيه، وهادي مرت ولدي، وهذاك الدري مريض راه مرتش كمو في الكارو سطو، وهذاك اللي مشى جابك تا هو راه مريض، يعني مكاينش. راجل هادي كيمشي للمارشي ديال كريو كيريش، نهار كيجي ب 12 مليون مكيجيبش. حنا من حنايا كنسكن في الحي محمدي، ولادي كلهم زايدين تما، يلا دابا الشهر باش تحولوا عندنا. الدويره ديالكم لكرا؟ حنا من الناس ديور ال السقوط، سدينا الدار، قال لنا لقيت خصكم تسدوا باش تخرجوا باش تستافدوا. ما حيوليش ليه؟ دير مولي شريف الزنقه 11 حنا. فين رابط هذيك الدور؟ اي الزنقه 11 رقم 13 حنا فين كنا كنسكنوا. ولي تم الكرا 36 الاستفاده والو، قال لك سيري تكرا حنا باقيين كنتسناو. الناس الاولين عطاوهم شاتو ف واخا كدير مع هادشي ديال المرض والدواء والحاله ضعيفه والكرا يعني مصاريف كثيره. كنعاود لك هربنا من الحي محمدي حيت الكرا في الحي محمدي الا بغيتي سكينه بحال كنت وليداتك 36 37 هربنا هنايا هادي ب 26. انا بغيت نمشي دابا خصني شحال ديال المركوب باش نمشي؟ الزوج ديالك ما كاينش؟
كاين ولكن مخدامش، تا هو كيدق واحد النبرة كي كيمشي ليه الدم، قال لي عندك العظم كيمص دمري لا خرج، دابا جوج سيمانات من السبيطار مري عبد الله، تا هو جات داتو لامبيلانس، راه لا جا دق البرا وخرج، يعني كنعيش حالة كامل مع الله. عطيني اختي رقم الهاتف. صفر ستة. عزي شوية صفر. صفر ستة 17 91. أنا بغيت اللي يعاوني على الدوايا. عاود الرقم. صفر ستة 17 91 22 14. رسالتك الأخيرة شريفة شناهي؟ رسالتي الأخيرة يتعاونوا معايا الناس المحسنين على الدواء ديالي، أنا تا ديك الاستفادة واخا تخرج معنديش باش نخلصها، تا الاستفادة باش نخلص عشرة المليون، اللي بغاها الله تكون، اللي بغاها الله تكون، صافي هذا واحد ضعيف اللي بغاها الله هي اللي غاتكون، ديرها في يد الله وما غاتسيب، ونعم بالله، الحمد لله. كما سمعتوا هذا النداء ديال السيدة هذه اللي كتعاني في الصمت، كتعاني معاناة اللي ما كيعانيها ما يقدرش يصبر ليها راجل، امرأة 58 سنة في عمرها، عندها مرض سرطان الثدي، دارت العملية، دارت الشيميو، رجع لها المرض ورجع بقوة، مصاريف ديال هاد العلاج مصاريف كتقل كاهل. كانوا ساكنين في الحي المحمدي المنازل أين السقوط، خرجوهم من مناطق الشالين كيتسناو الاستفادة على ما كنظن واقيلا عامين دابا هادي والصرف باش خرجوهم من دوك الديور، الكل كيشهد على هذيك الحادثة ديال المنازل اللي رابت في حي ولا في درب مولاي شريف الحي المحمدي. هاد السيدة هادي دابا مرض والكرا الولاد ما خدامينش، كاين الولاد اللي مراد الزوج تا هو مريض، خوتنا المغاربة المحسنين الله يجازيكم بخير. هاد السيدة هادي ما طالباش باش يبنيو ليها دار أو لا يبنيو ليها قصر أو لا يعطيوها شي حاجة ديال الفلوس في يديها، بغاتهم يوقفوا معاها من أجل العلاج، من أجل أنها حتى هي تمارس الحياة الطبيعية بحالها بحال جميع الناس، على أنها حتى هي تخرج تمشي للطواليت، حتى هي تمر من الكوزينة، حتى هي تقوم بالواجب ديالها كزوجة أو كمرأة. اللي استطاعتو يعاون هاد السيدة هادي الرقم ديالها راه حطينا في الشاشة، نتمناو على أنها تلقى القلوب الرحيمة، ونتمناو على أن المحسنين يدخلوا على الخط ويساعدوا اللي محتاج للمساعدة. كلمة أخيرة، كلمة أخيرة، الكلمة الأخيرة كما قلتي أنت كنطلب من خوتي المسلمين وخوتي تعاطفوا معايا وتعاونوا معايا، هادشي اللي كنطلب. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى آمين وبركاته.